السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفات جديدة عند ميريليس. الطبيلة ديالنا ديال اليوم عبارة عن طبلة إيطالية 100% فيها شهيوات إيطالية، وإن شاء الله نكملوا سمانة كاملة بوصفات إيطالية ونكملوا بوصفات أخرى أسيوية وشرقية في السمانات اللي جايين. خليكم تكتشفوا معايا هاد الوصفات. غنبداو بها هي تحضير الفوكاتشا، ساهله بزاف ونقدروا نرافقوها في طبله الافطار ديالنا ولا ناكلوها مع الحريره ولا لي سوب. المهم غنحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غنديروا شويه الزعتر وشويه مليحه، ونحتاجوا معها 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون وكاس ونص ديال الماء. هاد العجينه راها ساهله بزاف، نقدروا نصنفوها ما بين العجائن ديال البيتزا وكتكون خفيفه بزاف وبنينه. نحاولوا ما نديروه ما يكونش بارد، يكون دافي وما يكون سخن بزاف باش ما كيقشرش لينا الخميره. وغندوزو نديروها تعجن، نقدروا نعجنوها بيدينا الا ما كانت عندكم العجانه. صافي ملي كتعجن نخليو العجينه تعجن مزيان، ملي كتجانسينا وكنحسوا بها تعجنات وخاصها تبقى العجينه رطبه نخليوها تخمر واحد المده ديال 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم ديالها وكناخذوها. كيف شفتوا العجينه راها خفيفه وما كتكونش قاصحه بزاف، نخدموها غير هكا بيدينا، كنبقاو نسرحوها ولا كنعاونوا بالمدلك الا ما قديناش نسرحوها بيدينا. كيف ما شفتوا كنسرحوها على الطاوله، ضروري يكون فيها بيسو فريزي، وكنبقى هكا بحال نثقب بها في يديا. من بعد كندير زيت الزيتون، كنعمر كاع دوك التقيبات اللي كندير بيدي كنعمرهم بزيت الزيتون. هذه راها الطياب الايطالي معروف كنطيبوه بزيت الزيتون، كاين اللي ما عارفش ولكن انا قلت لكم معلومه، الطبخ الايطالي معروف كيطيبوا بزاف بزيت الزيتون وكيستخدموه في اي طياب ديالهم الفخوماج. صافي كنحاول انا ندير طوماط سوغيز ملونه باش كتجيني واحد النضر زوين، سينون كديروا غير مطيشه عاديه الا عندكم ماشي ضروري. ومن بعد كنستف زيتون، هنا درت زيتون كحل وزيتون اخضر، كنحاول انني نستفو باش كتعطيني منظر زوين، كنديرو بصيله. ومن بعد هنا غندير الفرماج، هنا عندي مخلط ما بين الموتزاريلا والفرماج غوج، تقدروا نتوما تكتفيو هنايا، وانا زدت هنايا الا عندكم هاد لو بلو وكان كيعجبكم المذاق ديالو تقدروا تزيدوه. وهنايا عندي الموتزاريلا عفوا البارميزان حتى هو كنرشو واحد شويه، هادو اختياريين تقدروا ديروهم ما ديروهمش. هنا دابا غندوزو التحضير ديال لازانيا، لازانيا 100% ايطالي الوصفه اللي غنعطيكم دابا، ما غنقسم منها حتى شي حاجه وما غنزيد منها حتى شي حاجه. غنشحروا بصيله مع شويه ديال زيت الزيتون، من بعد ملي كطيح لنا البصله غادي نزيدو خيزو مقطع رقيق، ماشي مقطع، محكوك رقيق ولا مهرمش كيف شفتوا انا درتو في هذيك الماكينه اللي كطحن. عندي تقريبا هنايا واحد نص كيلو ديال الكفته، عندي واحد جوج دروس ولا ثلاثه ديال الثومه، الا كانوا صغار نديرو ثلاثه، كانوا كبار نديرو جوج، معلقه كبيره ديال العطريه ديال الكفته، جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، شويه البزار، شويه الملحه وشويه البابريكا، ولا المعلقه ديال الكفته الا ما كانتش عندكم ديال عطريه الكفته نقدروا نديروا شويه الكمون نزيدوا على العطريه اللي درنا. صافي كندوزوا نشحروا الكفته ديالنا، ومن بعد كندوزوا لتحضير الصلصه ديال المطيشه اللي ديجا انا كانت عندي مطحونه، كنحضرها كندير فيها واحد معلقه ديال الربيع قزبر ومعدنوس، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، عندنا ورقه ديال سيدنا موسى وزيت الزيتون والثوم بطبيعه الحال ما نساوش. انا هنا راه نسيت ما بينتوش ولكن درت فيها شويه ديال الثومه ضروري. وعاد من بعد ملي كتغلى ليا مطيشه كندير فيها الكفته، علاش انا ما كنديرش الكفته وداكشي كله يطيب مع مطيشه؟ باش ما كت الكفته ملي كطيب بوحدها وبالاقامه ديالها ما كتجيش زفره. صافي كنخلطوا مطيشه مع هذيك الكفته وغنحتفظوا بها جانبا. وغندوزوا لتحضير ديال لازانيا، لي بات كنديروهم في المغليان، نديروا واحد 4 الحبات 5 حتى كيغلاو لينا ونشوفوهم هكا الواو وطابوا لينا شويه وكنحيدوهم، واحد جوج دقائق خصهم غير يلواو لينا ماشي يطيبوا 100%.
هنا عندي لاصوص بيشاميل راه ديجا محضراها معاكم في بزاف الفيديوهات اللي قبل. تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل غتلقاوني محضراها مع زعما معاكم. ماشي مشكل نذكركم، راه كنديروا جوج معالق ديال الزبده ونفس القياس كنديروه دقيق، كندوبوا الزبده ونديروا فيها الدقيق، وكنديروا نص طره الحليب، شويه الملح، شويه كوزه، وشويه البزار، وكنديروها فوق البوطه حتى كتغلى وكنحيدوها صافي. ومن بعد دابا غندوزو للتحضير ديال لازانيا. كنبداو كنديرو في الاول صوص بيشاميل، شويه لاصوص طوماط، وكنبداو نحطو اوراق اللازانيا ديالنا بهذا الشكل. نحاولوا اننا كاع القنات زعما نسدوهم حتى اللي بانت لينا ما قاداش نقطعوها هكا صغيوره ونحطو ونقادو صافي. وعاوتاني كنديرو طبقه اخرى ديال الكفته ولاصوص طوماط. صراحه جربوا هاد اللازانيا راه كتجي بنينه. عفوا فهاديك في الصوص طوماط راه درت شويه الكرافس عندكم تنساوه، هاديك القزبر ومعدنوس وشويه الكرافس ضروري، واحد معلقه صغيره ديال الكرافس كنديروها هي اللي كتعطي واحد البنه خطيره للازانيا. وراه غادي نكتب لكم المقادير ضروري صندوق الوصف غادي تلقاوهم، غير خذوهم غنكتب لكم كلشي بالتفاصيل صافي. ملي كنسالي وكنزيد داك شويه الصوص طوماط والكفته اللي بقى لينا، كنزيد معاهم واحد نص كاس ديال الماء وكنمرق به من الفوق، وكنحاول انني نخشي داك المرق من الجناب. كيف كنعرفوا هذيك لاباط ديال لازانيا ما كتكونش طايبه 100%، ضروري كتكمل طياب بلاصوص ديالنا لوخص ضروري تكون شويه جاريه صافي. واخر حاجه كنزيدها من الفوق هي لاصوص بيشاميل، وكندير الفرامج اللي عندي، فرماج حمر متزاغل اي نوع ديال الفرماج، وكندخلها للفران. دابا غندوزو لتحضير السلطه الايطاليه اللي كتحضر بالليغوم، كتكون طيبه يا اما نطيبوها كنشويوها في الفران ولا في البريصه، كنقطعوها بحال هكا طوال كيف شفتو القرعه والدنجال. اما بالنسبه للفلفله راها الفلفله مشويه وكنقطعوها حتى هي بهذاك الشكل طويل صافي. كنخلطوا هاد الخضره ديالنا بهذا الشكل، الا كانت عندنا دنجال كبير كنحاولوا اننا نقطعوا حتى هو رقيق، وكنخلطوا الخضره ديالنا مع بعضياتها حتى كتجانسينا، عاد كنزيدوا العطريه اللي خاصها. بالنسبه للخضره راه مطيباها في الفران انا بشويه زيت العود وملح والبزار والثومه بودره بشويه من الفوق، وكنخليهم يطيبوا في الفران غير شويه وكنحيدهم. ومني كيطيبوا راه كنزيد عليهم ضروري معلقه ديال القزبر ومعدنوس وشويه الملحه وشويه ديال زيت الزيتون ضروري كنعاود نزيد، وشويه ديال الثومه فخي غير ضري صغير ماشي بزاف غير شويه، حيت ديجا كنكون دايره الثومه بودره. الا ما كانتش عندكم الثومه بودره بلا ما ديروها، ديروا غير الملح والبزار وزيت العود وطيبوها في الفران، راه كتجي رائعه بزاف وبنينه وصحيه الناس ديال الريجيم اللي ما كيبغيوش ياكلوا بزاف المعجنات، راه هاد السلطه صحيه بزاف. كناخذوا طبسيل كندير فيه اي نوع ديال الورقيات عندنا، الخس، لاغوكيت، لي زيبينا غرقاق اللي بغيتو. انا هنا كانت توفر عندي غير الخس هو اللي درت، وطوماط سوغيس هي يا غنعاون بها. غادي نحط ليغوم ديالي بهذا الشكل، فم انا صراحه ملي كنكون كنصايب السلطه بحال كيعجبني بحال كنكون كنرسم فيها باش كتجيني بحال كتعطي واحد المنظر زوين، كل ما كانت فيها الالوان ومحطوطه زوينه كل ما هي كتشهيك على الماكله صافي. كنحاول نقادها مزيان وكاع اللوينه تيبانو، وكنحط لي طوماط سوغيس ديالي بهذا الشكل. واخر حاجه كنزيدها كتبقى اختياريه هي هاد لي ميني موتزاريلا. كيف قلت لكم الطبخ الايطالي معروف بزيت العود او زيت الزيتون والفخوماج صافي. كنحيدها وكندخلها الثلاجه حتى لوقت الافطار ملي كيكون ولا كنوجدها كيقرب الفطور. هذه هي النتيجه، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. وهاد الوصفات كيف قلت لكم راها ايطاليا 100%، وان شاء الله هاد السيمانه كامله غنكمل معاكم في الوصفات الايطاليه، وكل سيمانه غنحضر معاكم طبخ عالمي يا اما طبخ فرنسي اسيوي شرقي وكذلك الطبخ المغربي. نتمنى ان هاد الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولو بغيتوني نكمل بهاد الفكره خليولي لي كومونتير وقولي لي كملي فيها
وشكرا على التتبع ديالكم وتشجيعات ديالكم. وهذه اللازانيا ديالي كيفاش كتجي مني كنقطعها راها شوفوا كيفاش كتجي معلكه وراها طيبه من زعما ما كتبقاش كنقولوا حنا تقدر زعما لاباط ما طيباش ولكن راها كطيب ملي كنزيدوا داك البويون في الاخر ديال الماء والطوماط. شوفي كيفاش كتجي معلكه وبنينه الصراحه ما شهيتكم فيها. ايوا جربوها وما تنساوش تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم عبر الانستغرام وشكرا. ما تنساوش لايك للفيديو.